خلونا نروح مع حضراتكم في جولة في المحافظات المصرية، ومعنا مجموعة من الأخبار والموضوعات المهمة اللي حصلت امبارح في محافظات الجمهورية، ومنها تسليم 150 مشروع للمستفيدين ضمن مبادرة قرية بلا فقر في أسيوط، والانتهاء من تبطين 115 ترعة ضمن أعمال المشروع القومي لتبطين الترعة في سوهاج. صحيح، وكان كمان أيضا كان في امبارح الإعلان عن تنفيذ 18,000 مشروع بتكلفة بلغت 3 مليار جنيه، وده ضمن مبادرة مشروعك في محافظة الشرقية. كمان أيضا كان في تسيير 6 قوافل طبية بالمدارس ضمن مبادرة صحتك تهمنا في محافظة الإسماعيلية. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من أسيوط اللي تم فيها تسليم 150 مشروع للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بقرية الزرابي التابعة لمركز أبو تيج بتكلفة إجمالية 1.5 مليون جنيه، وده ضمن فعاليات مبادرة قرية بلا فقر واللي بتستهدف تحقيق التمكين الاقتصادي لمستفيدي تكافل وكرامة وتحويلهم للإنتاج. في كفر الشيخ تم الإعلان عن وصول عدد من المعدات اللي تم توفيرها لخدمة مدن وقرى المحافظة، وتضمنت 5 سيارات كسح مياه سعة 4 متر، وده ضمن الخطة الاستثمارية لرفع كفاءة الوحدات المحلية بالمحافظة. في الغربية تم تكريم 28 من العاملين بالديوان العام بالمحافظة والمراكز والأحياء والمديريات لحصولهم على شهادة إتمام برنامج المسؤول الحكومي المحترف، واللي تم تنفيذه من خلال الأكاديمية الوطنية للتدريب لمدة 40 يوم بإجمالي 120 ساعة تدريبية، وده بهدف رفع كفاءة المتدربين لتأدية وظائفهم بطرق أكثر احترافية، وبما يساهم في تعزيز ثقة المواطن بالدولة وتعزيز قيم النزاهة والشفافية. في سوهاج تم الانتهاء من تبطين 115 ترعة بطول 460 كيلو 775 متر بنسبة تنفيذ أطوال 80% من إجمالي أطوال الترعة المستهدف تبطينها بنطاق المحافظة، واللي بيبلغ عددها 196 ترعة، وده ضمن أعمال المشروع القومي لتبطين الترعة اللي بيستهدف ترشيد الفاقد من المياه والحفاظ على البيئة وتحسين جودة الري. في الشرقية ساهم المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية مشروعك في توفير 54,736 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية، وده من خلال تقديم تمويلات بقيمة 3 مليار جنيه ل 18,000 مشروع. في الوادي الجديد تم استلام 24,000 شتلة أشجار كدفعة أولى من إجمالي 145,000 شتلة مستهدف وصولها لتغطية مراكز المحافظة، واللي هيتم توزيعها لزراعة ورفع كفاءة الميادين والحدائق العامة وتشجير الطرق الرئيسية، وده في إطار المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة. في الإسماعيلية أكدت جامعة قناة السويس تسيير 6 قوافل طبية مجانية للكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان والندوات التثقيفية التوعوية للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور بمدارس المحافظة.